الارقام دي بالنسبه لي انا صادمه. يعني احنا بنتكلم بس على 2020 2021 داخلين في 2.7 من 10 مليار دولار من بطوله واحده بس. لازم اسمع تعليق طبعا من ضيوفي اللي بيشرفوني فيه السادسه النهارده، النقاد الرياضيين المتميزين والمتالقين استاذ محسن لملوم. مساء الخير يا استاذ محسن، واهلا وسهلا بيك. وبيشرفنا لاول مره استاذ خالد عامر. اهلا بيك يا استاذ خالد، منور الدنيا وسعداء بوجودك. اولا سعيد ان انا بعد غياب طويل جدا برجع لقناه النادي الاهلي. تشرفنا بضيافتك طبعا. تشرفنا. من المذيعين المتميزين جدا. شكرا جزيلا. طبعا في بصحبه الصديق العزيز الاستاذ محسن لملوم. هنستمتع بيكم وهنستمتع الحقيقه بوجبه كرويه يعني رائعه بدات امبارح والنهارده طبعا هنتابع الجزء الثاني. بس اسمحوا لنا كمان ينضم لنا كمان ماجنس هيدمان، واحد من الحراس المرمى اللي لعبوا الحقيقه لسلتك الاسكتلندي، لعبوا لتشيلسي الانجليزي، وكان طبعا حارس مرمى دولي في منتخب السويد. هينضم لنا من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس نتكلم معاه. الحقيقه يمكن يوم كان سيء جدا بالنسبه له، سواء سلتك الحقيقه خسر من ريال مدريد او تشيلسي في مفاجاه من العيار الثقيل الحقيقه خسر برضه، وتوابع هذه الخساره واقاله توماس توخيل والبحث عن مدير فني جديد، كل ده طبعا هنطرحه عليه ونسمع رايه فيه ونتكلم معاه كمان على ماتش النهارده. بس بدايه طبعا نشكره على مشاركته معنا في السادسة وظهوره معنا على شاشة الأهلي. شكرا شكرا جزيلا لكم. من اللطيف أن أتواجد معكم. شكرا. يعني يمكن البداية من امبارح الحقيقة يوم بالنسبة لك أعتقد يعني ما كانش أحسن حاجة ممكنة، خسارة سلتك من ريال مدريد، وإن كانت إلى حد كبير ممكن تبقى متوقعة لأنه ريال مدريد يبقى ريال مدريد وهو أيضا حامل لقب البطولة، لكن يمكن كانت المفاجأة في خسارة تشيلسي وتبعات ده بإقالة أو قرار الإدارة بإقالة توماس توخيل. إزاي شفت الماتشين وإزاي شفت وتابعت نتائجهم؟ حسنا، عندما شاهدت مباراة سلتيك وريال مدريد في الشوط الأول اعتقدت أن سلتيك لعب جيدا وأحرج ريال مدريد في بداية المباراة، ولكن في النصف الثاني ريال مدريد أظهر مستوى حقيقيا للبطل أوروبا سلتيك، ورغم ذلك هو معظم المشجعين الأسكتلنديين يساندوه، ولكن النتيجة كانت مفاجئة لهم. بالنسبة لتشيلسي كان الأمر هو استكمالا للصدمات التي يتلقاها من أول الموسم. الأمر مفاجئ بالأمس ولكن كان محتمل الحدوث. النتيجة كانت مفاجئة أن تفقد بعدها المدير الفني، هذه كانت صدمة كبيرة لتشيلسي. من وجهة نظرك هل بتتفق أو تختلف مع فكرة أن يتحمل توماس توخيل المدير الفني وحده المسؤولية، ولا بترى أنه في أسباب يعني مختلفة أو أسباب أخرى مرتبطه بتراجع المستوى وتراجع النتائج، مش بس عشان خساره امبارح من دينامو زغرب، لكن كمان حتى ده شفناه وتابعناه في انطلاقه بطوله البريمير ليج؟ اعتقد ان اللاعبين ايضا مسؤولين عما حدث وليس فقط المدير الفني. حينما يبدل النادي المدير الفني وعندما ترى أن اللاعبين ليسوا ملتزمين 100% ولا يعطون كل ما لديهم في طاعة المدير الفني وإدارة النادي، أعتقد أني لا أرى ذلك، أني لا أرى المسؤولية تقع على المدرب فقط. يوجد أسباب أخرى خفية لا نعرف عنها، ولكن أعتقد أن هذا كان قرارا صعبا لتقيل المدرب. ولكن أيضا تشيلسي أراد أن يحقق طموحا خاصا كمانشستر سيتي هذا الموسم، ولكن هذا التغيير حدث بالفعل، ولذلك سيكون عليك إحضار مدير فني وتأقلم اللاعبين معه يجب أن يكون سريعا. طب السؤال النهاردة على تفضل أستاذ خالد. طيب في البدايه برحب بنجم كبير طبعا ماجنس هيدمان، برحب به في قناه النادي الاهلي في ضيافتك. سؤال بخصوص منتخب السويد تحديدا، زلاتان ابراهيموفيتش مش بنفس المعدلات السابقه في التهديف، حتى مع اسم ميلان اصاباته بتكتر، والوجه الابرز دلوقتي هو الكسندر ايزاك.
هل إيزاك قادر على أن هو يتحول إلى الوجه الأول أو السوبر ستار لمنتخب السويد كما كان متوقع لي منذ طلوعه أو منذ ظهوره؟ كان متوقع لي أن هو هيكون خليفة إبراهيموفيتش، هل هو قادر على أن هو يكون فعلا خليفة إبراهيموفيتش؟ شكرا جزيلا في البداية على ترحيب بي. لا أعتقد أن إبراهيموفيتش هو فريد من نوعه، أعتقد أنه لا يوجد أحد يشبه إبراهيموفيتش في السويد. أنا أحب إبراهيموفيتش منذ زمن، وأعتقد أن الوضع بالنسبة لأيزك مميز، ولكن لا تسيء فهمي، أيزك لا زال صغيرا، لا يمكن تشبيهه بزلاتان، لا الأمر صعب، لا أتوقع ذلك. أتوقع مستويات عالية لأيزك، ولكن الأمر صعب أن تقارن بينه وبين إبراهيموفيتش، لا أعتقد ذلك. لا، بمناسبة الكلام عن أيزك، يعني كان في بعض تقارير اتكلمت على اهتمام عدد كبير من الأندية بانتدابه أو بشرائه وانتقال لصفوفهم، وأندية كبيرة على المستوى الأوروبي مش بس في البريمير ليج، لكن انتقل في النهاية أو صفقة انتقاله في النهاية راحت لنيوكاسل يونايتد. هل شايف أن دي بداية أفضل بالنسبة له من أنه يبدأ مع نادي كبير؟ وإزاي شايف دوره كمان مع المنتخب السويدي في الفترة اللي جاية؟ أعتقد أنها بداية جيدة لأيزك في أوروبا. الأمر ليس مرجحاً الآن أن تبدأ مع نادي كبير جداً في أوروبا. لا، لديك الوقت لتتأقلم. إذا تعرف، إذا ذهبت مباشرة لريال مدريد في خضم هذه المسابقة القوية سيكون الأمر صعباً، ولكن أعتقد أن هذا أمراً جيداً أن تنافس مع نادي كنيوكاسل. هو يجب عليه أن يتأقلم مع المناخ هناك ويلقى الدعم بالفعل لينجح. أعتقد أن نيوكاسل يمكن أن يكون بداية جيدة لأيزك. وبالنسبة لمستقبله مع المنتخب السويدي، أيزك يؤدي مباريات جميلة، مستويات كبيرة، أحرز أهدافا جميلة. هو لديه بصمات رائعة على ملعب المباراة، وأعتقد سيكون نجما كبيرا في تاريخ السويد لسنوات كثيرة، هذا ما أعتقد. وأعتقد أن بالنسبة للسويد، أعتقد أن السويد بلدة صغيرة على مستوى كرة القدم، فبالتالي نحن لا نتأهل لكأس العالم كل مرة، لا ننافس على بطولة أمم أوروبا كل مرة. لذلك نريد أن نرى لاعبا كأيزك، لاعب سويدي يتواجد في البطولات الكبيرة، ولكني أعتقد أن أيزك سيكون له مستقبل كبير في كرة القدم. أستاذ محسن، تحب تسأله؟ كابتن إدمان، طبعا برحب بحضرتك. أولا هرجعك معلش بقى بعيد عن منتخب السويد لتشيلسي. تشيلسي شفناه من السنة اللي قبل فاتت كان بطل دوري أبطال أوروبا، السنة اللي فاتت ثالث البريمير ليج، خسر كأس الاتحاد وكأس الرابطة في المباراة النهائية. السنة دي ليه المستوى نازل يعني بشكل كبير جدا، بدليل ان حضرتك يعني من شوية حضرتك قلت ان هو مش السبب، مش تخيل فقط. ايه الاسباب اللي خدت تشيلسي السنة دي متراجع بشكل كبير، حتى وان كان يعني لسه في بداية الموسم، لكن الاداء حتى لما بيفوز ما بيبقاش عن قناعة، بيخسر هزائم كبيرة، الفريق مستواه متذبذب بدءا من حرس المرمى لحد خط الهجوم. هذا سؤال جيد. أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالنتائج فقط والمستويات، ولكن العقلية الخاصة باللاعبين كبيرة، العقلية الخاصة باللاعبين كبيرة ومهمة في كرة القدم. حينما تحقق بطولة كبيرة كدوري أبطال أوروبا، يحتاج أن هذا الأمر أن يجعل من اللاعبين مرتاحين في الموسم القادم، مما يؤدي إلى ثقة كبيرة في كل المواقف التي يتعرض لها اللاعبون. ولكن إذا تكلمنا عن تشامبيونز ليج أو دوري الأبطال كمثال، اللاعبون ليسوا مؤهلون على أعلى درجة للاستمرارية في مثل هذه البطولات. اللاعبون استيقظوا على مستويات كبيرة للفرق الأخرى.
ربما الفريق يحتاج الى مدير الى 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 حارس مرمى اخر مع ميندي. اعتقد ان هذا العام كان استثنائيا. يجب على الفريق ان ينهض. اللاعبون يجب عليهم ان يكونوا اكثر احترافيه. اود ان اقول ان هذا جزءا هاما جزءا كبيرا جدا جدا يقع على عاتق اللاعبين للاستمرار في بطوله كدور الابطال. فهذا الامر ذهني في المقام الاول. يجب ان يكون لديهم نفس النهم ونفس الرغبه لحصد البطولات. اللاعبون استيقظوا على كونهم ابطال، ولكن الامر مهم جدا ان يستمروا على هذا النسق. طيب سؤالي الاخير مرتبط برضو بتشيلسي. الكلام على ترشيح جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون، هل انت مع او ضد؟ هل شايفه الرجل المناسب للمرحله دي ولا لا؟ ومن وجهه نظرك هل الموسم ده او على الاقل في مسابقه تشامبيونز ليج، هل شايف البدايات دي صعبت من فرص سلتك و تشيلسي في الاستمرار في البطوله والوصول للمراحل الاقصائيه ولا لا؟ اعتقد ان ردي على سؤال خاص بالشامبيونز ليج، اعتقد ان الامر لا زال في البدايه في مرحله المجموعات. لديك اكثر من شهر للتاهل لربع النهائي. الامر يمكن لاي شيء ان يحدث في بطوله دوري الابطال اوروبا، لكن اعتقد بالفعل هم يستطيعون الفوز. الامر لا زال طويلا. وبالنسبه للمدربين لا اعرف. نتكلم عن بوتر، نتكلم عن مدير فني كبير، ونتكلم فدعنا نرى. اعتقد ان ايا كان المرشح لقياده تشيلسي يجب ان يكون مدربا مخضرما، مدربا لديه الكثير من الخبرات. سيكون هذا افضل للمدير الفني الجديد بتشيلسي. ماجنوس هيدمان طبعا حارس سلتك وتشيلسي ومنتخب السويد السابق، سعدنا بوجودك جدا ومشاركتك معنا في السادسه. كل الشكر وكل التوفيق طبعا للكره السودانيه. انا واحد من عشاق السلطان ابرا الحقيقه، بشوفه راس حربه قلامه، صعب جدا انه يتكرر على مدار التاريخ مره ثانيه. ومره ثانيه طبعا ارحب بضيوفي. اخش في الموضوع، يلا. ماتشات امبارح البدايه، مين كشر عن انيابه استاذ محسن؟ لا، الماتشات امبارح ما كانش فيها مفاجاه باستثناء طبعا تشيلسي. أيوة. لكن الماتشات واقعيه جدا. ريال كسب بره بثلاثيه. شختار ما عملش مفاجاه امبارح؟ يعني مش هقدر اقول مفاجاه قوي يعني. لكن ميلان لما يتعادل المجموعه دي هي اللي كان فيها الشويه المفاجات. تشيلسي اتغلب ومغلوب. أيوة. من الشوط الاولاني يعني. لا كمان الشوط الاولاني يعني عندك فرصه. ما كانش فيه خالص. ميلان برضو كان متاخر وقدر يتعادل، لكن هي المجموعه كده شويه بتتعقرب يعني. سالزبورج ودينامو زغرب وميلان وتشيلسي، كلنا بنقول تشيلسي وميلان طبعا. أيوة. ونتمنى ده يحصل الاسبوع اللي فات. احنا قلنا كده الاسبوع اللي فات ونتمنى ده يحصل، لكن واضح متوقع نيجي نتكلم الاسبوع اللي بعده خالص. ما هي دي حالات كره القدم يعني. لكن طبعا الجماعه الكبار دول اللي هم يعني ايه، سواء بقى مانشستر سيتي فوزوا على اشبيليه، ده طبعا متوقع يعني. طبعا وعندهم اللي هو من بقيه او من بقايا قوم عاد، ده هالاند ده حاجه سبحان الله يعني. وريال مدريد طبعا ده حدث ولا حرج، حتى وان كان في الشوط الاولاني انتهى 0-0، كان الشوط الثاني خلاص انهى كل شيء. لكن طبعا تبقى المباراه للجميع طبعا حظي بالمشاهده طبعا حاجه من عالم اخر. و مش عارف، عايز اقول السنه دي ممكن، هل يا رب يقدر حد من الجماعه اللي اصحاب المال سواء السيتي او باريس سان جيرمان يقدر يفوز بالبطوله دي؟ مش عارف يعني، رغم طبعا فوزهم بس قصه في السيتي مش مال بس، قصه في السيتي بيب جوارديولا. كوره وفن وهندسه زي ما بيقول. بالظبط. استاذ خالد، مين كشر عن انيابه او مين شفت امبارح بيقول انا جاي عشان انافس على البطوله واحقق اللقب؟ باريس سان جيرمان بيقدم مستويات مش مفاجأة، بس في نفس الوقت بيستغل التعثر بتاع يوفي سواء في الدوري الإيطالي أو بالانتدابات الجديدة. يوفي كان قريب جدا في الآخر على كان قريب. بس ماسيميليانو أليجري أنا عندي مشكلة جامدة قوي معاه. مشكلة كبيرة يعني. ماسيميليانو أليجري الفترة اللي فاتت كلها متفرغ للتصريحات هو يعني، بس حتى كابيلو طلع قال له كفاية نكت يعني، كفاية إلقاء نكت وركز في الملعب شوية. بتعمل انتدابات عظيمه جدا، لياندرو باريدس، بوجبا، دي ماريا، عندك لعيبه كويسه زي كيازا. بالمناسبه كيازا، دي ماريا، بوجبا، تشيزني،
الاربعه مش موجودين مش موجودين مش موجودين في التشكيل كوبا عشان اتكلم على قوه ضربه يعني اربعه دول لو موجودين ممكن يوفي كان يبقى ليه شكل تاني. بس هي الفكره حتى في الدوري لما انخيل دي ماريا كان بيلعب لعب اول ماتش وبعدين اتصاب لما حتى لعب انخيل دي ماريا ما حسيتش انه يعني هو فارق عن الباقي بس يعني توظيفه في الملعب مش هو مش قوي لانه ماسيميليانو أليجري هو ماسيميليانو أليجري عامل زي زي انشيلوتي اوكي مدرسه المدرسه اللي عكس تماما جوارديولا وكلوب اللي هي المدرسه اللي بتعتمد اديني 11 نجم هوظفهم لك كويس وهلعب بيهم كويس وهكتسح اي حد قدامي ما عنديش القدره على ان انا اطور وان انا اكتشف مواهب من تحت وان انا اعيد توظيف اللعيبه انا 1 زائد 1 بيساوي 2 عندي جينارو جاتوزو هيلعب نص ملعب عندي سيدر فيلعب بوكس تو بوكس عندي شيفا بالظبط كده نفس القصه مع ماسيميليانو أليجري باختلاف العناصر اللي كانت بتلعب معاه ماسيميليانو أليجري واحد عنده نجوم هيقدر يلعب كويس ما عندوش نجوم العك اللي حاصل من السيزن اللي فات استمرارا للسيزن الحالي هيستمر فباريس سان جيرمان قدر يستغل الفرصه دي طبعا يعني انا مش متفق مع استاذ محسن لانه 4-1 على لايبزيج ده نتيجه تقيله انت بتتكلم على مفاجاه على شختار 4-1 على لايبزيج لايبزيج واحد من الفرق المميزه جدا في اوروبا لا وستيل ما لايبزيج عامل زي يورجن كلوب عامل زي بروسيا دورتموند اللي هو اللي بيبيع لعيبه كتير وبيكتشف غيرهم وبيظل على نفس مستواه سالزبورج لايبزيج بالظبط سالزبورج عشان كده امبارح لما حتى كنت بتكلم عن مباراه الميلان وانا مشجع الميلان على فكره انا ميلانيستا من 97 مثلا اوكي انت من الجيل الذهبي لل بالظبط كده تشيفيتشانكو وما قبل ده وروي كوستا بالظبط كده. انا ما كنتش متخيل ان الميلان ممكن يكسب فنتيجه التعادل انه في الليجا في الكالتشو السنه اللي فاتت يعني معجزه دي مقدم كوره ومقدم والسنه دي مقدم حاجه بس هي الفكره فيها انه الميلان مالديني مسارا مونكادا ماشيين بخطوات ثابته في فكره المشروع احنا مش مستعجلين على حصد النتائج احنا ماشيين بالمشروع ما بنجيبش صفقات كبيره بنكتشف لعيبه صغيره وبنجيب لعيبه بروميسنج من بره زي ديكاتالير بس خد بالك السنه دي في ريد بيرد في 1.2 مليار دولار محطوطين على الترابيزه ما هو قبلهم كان في بنك اليوت بولسنجر وباولوس كاروني برضو كانوا بيصرفوا كويس بس انت عندك مشكله في قواعد اللعب المالي النظيف انت اصلا مجدول مع الاتحاد الاوروبي عشان ما تقعش تحت مقصله العقوبات والغرامات والاقصاء الاوروبي فانت مجدول الحاجات لحد 2024 أوكي. عشان كده الميلان تم توقيع عليه عقوبه بس هي اقل عقوبه وقعت من الاتحاد الاوروبي على كل الانديه اللي وقع عليها العقوبه 2 مليون بس في 50 وفي 60 في برشلونه ما وقعش في تحت المقصله دي في مانشستر سيتي لان العوائد بتاعتهم كانت بتغطي على نفقاتهم تمام. الميلان عشان المشروع اللي عمله مع قانون اللعب المالي النظيف والاتحاد الاوروبي وقع عليه 2 مليون فقط وتم جدوله 4 سنين كمان عشان يسوي اوضاعه فالميلان ماشي بنمط كويس احنا مش مستعجلين على النتائج بقدر ما احنا عايزين بس نحس ان الميلان ماشي بخطى ثابته في فكره المشروع مش اكتر تمام اقفل امبارح عشان نلحق النهارده يلا النهارده الحقيقه عندنا يعني انا وصفتهم الكلاشين الاهم كلاشين معارتي اللي عندي بدري اياكس في رينجرز فرانكفورت في سبورتنج لشبون مواجهات الى حد ما يعني متكافئه يعني ممكن نقول 50-50 اكس ممكن تميل سنه فرانكفورت ممكن او سبورتنج لشبون يعني صعب قوي ان نحكم عليهم لكن المواجهتين الاهم اللي خلينا نتكلم عليهم اكتر واللي يمكن هيحظوا باغلب المتابعه والمشاهده من المصريين ليفربول ونابولي طبعا وبايرن وانتر شايف المواجهتين شايف نبتدي بليفربول ونابولي الاول طبعا ليفربول ونابولي طبعا يمكن كانت قبله برضو في المدور المجموعات السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي قبلها وليفربول عنده مشكله في الملعب ملعب مارادونا ارينا ده ما بيكسبش المرتين خسر مره 1-0 مره 2 حتى في مجمل الاربع ماتشات ما فازش الا مره واحده فعنده مشكله شويه مع نابولي كمان السنه دي المشكله فرقه بايخه نابولي على فكره وعلى ارضها كمان طبعا الجنوب الايطالي ده قوي برضو وبعدين المدرب لوشانو سباليتي كان مدرب صلاح قبل كده في روما فوراي مدرب ذكي جدا مدرب بشخصيته قويه جدا فهيبقى النهارده مشكله قدام ليفربول مع مستوى ليفربول السيء اللي هو في الفتره الاخيره متذبذب كمان عندهم اللي هو المهاجم اللي هو اسمه طويل ده تشيخيليا ده ده حاجه خطر جدا بصراحه احنا يهمنا طبعا في الامر كله ان صلاح وقف عند الهدف 36 في دور الابطال يعني بقى له 8 اهداف عشان يعادل رقم
دروجبا اللي هو اكتر افريقي مسجل في دور ابطال اوروبا، يعني نتمنى يصل يعدل يعني يسجل اكتر. والنهارده لو سجل هدف هيفك شراكه مشكله الليفر فين؟ يعني انت عدم الانسجام. يعني الكل قال هو مفنش الموسم اللي فات ولا اروع الحقيقه، كان يستحق يعني خلينا نتفق انه كان يستحق لقب الشامبيونز ليج اكتر من الريال، من الريال وكان صحيح. قريب جدا من لقب البريمير ليج، فالموسم ما كانش خالص الفني كانت فيه مشاكل. ليه البدايات صعبه على الرغم ان في انتدابات في منتهى القوه؟ بنتكلم على داروين نونيز، بنتكلم على لويس دياز، صحيح صفقه قديمه لكن يعني اعتقد انه حاله الانسجام والنضج اكتملت السنه دي. بنتكلم على الانسجام يعني الناس حتى بتتكلم كتير عن غياب ماني، ماشي قد يكون احد العوامل لكن طبعا مش العامل الرئيسي، لكن لكن انا في وجهه نظري الانسجام، ما ان يحدث الانسجام زي ما حصل قبل كده خد وقت قبل ما حصل الانسجام ما بين صلاح وساديو ماني وفيرمينو لما الثلاثه بقى عملوا بقى بالظبط بقى حاجه صعبه جدا. المره دي هيحصل ده بس شويه، يعني لسه نونيز جاي، دياز، جوتا، يعني يحصل ده هتشوف ليفربول مختلف. عشان كده البدايات يعني رغم انها سيئه في ليفربول بس حاسس ان هي برده في سوء حظ، يعني لما تشوف اخر ماتش اليوم ضد ايفرتون محمد صلاح مضيع في الوقت الضايع كوره يعني خلاص يعني ده سوء توفيق، لو كان سجلها كان الموضوع خلص. كان الموضوع خلص، كان كسبه وكانت العمليه انتعشت، لكن هو سوء توفيق بلس عدم الانسجام. رحيل ساديو ماني، وجود داروين نونيز، وجود هالاند في الدوري الانجليزي كمنافس على لقب الهداف، مأثر شويه على محمد صلاح من وجهه نظرك؟ فيما يخص الناحيه التهديفيه انت دفن. بتتكلم على واحد هداف البطوله في كل المواسم اللي شارك فيها، يعني حتى لو بالمشاركه في حد دخل معاه مره سون، مره اوباميانج، مره مش عارف مين، بيبدلوا عليهم محمد صلاح. بس محمد صلاح موجود بالظبط. طيب خليني اقول هو ليه مأثر، مش فكره ان هو مأثر في المطلق لانه الطبيعي ان هو ما يبقاش مأثر، بس الفكره انضمام هالاند الطبيعي ان هو ما يبقاش مؤثر، بس انضمام هالاند جه مرتبط في نفس اللحظه برحيل ساديو ماني وانضمام داروين نونيز. ده غير شويه في حاجه. ساديو ماني وروبرتو فيرمينو كانوا بيخدموا في الاساس على محمد صلاح، محمد صلاح هو الوينج رايت بتاع الفرقه ولكن هو اللي بيقطم على جوه لما روبرتو فيرمينو بيرجع بره المنطقه عشان يلعب دور التسعه ونص او البلاي ميكر، عشان في خطه 4-3-3 مفيش بلاي ميكر صريح. في مشكلتين عندنا في ليفربول اثروا على الناحيه التهديفيه عند محمد صلاح. رقم واحد هي اصابه تياجو الكانتارا في اول السيزون، في اول مباراه في السيزون، خطه 4-3-3 وان كانت لا تعتمد على بلاي ميكر ولكن لازم واحد من ثلاثي الوسط يبقى مميز في الناحيه التمريريه، عنده القدره على تمرير الكوره بشكل كويس ونقل الملعب من نص ملعب الفرقه بتاعته للفرقه المنافسه في اقصر عدد لمسات او في اقصر وقت ممكن. غياب تياجو الكانتارا عن بدايه الموسم خلى انه في الكره ما بتطلعش من نص الملعب بسهوله، وغياب روبرتو فيرمينو عن الخط الهجومي خلى انه ما فيش صناعه لعب من الجزء الامامي. فبالتالي تحول محمد صلاح من ان هو المهاجم الوهمي اللي بيخش جوه المنطقه من الوينج ليفت، الكات انسايد من الوينج ليفت عشان خاطر يبقى هو الجول ماشين، بقى هو اللي بيخدم على لويس دياز اللي لسه مش قادر ينسجم شويه مع خطه يورجن كلوب، وعشان يفضي لداروين نونيز. ليه فضي لداروين نونيز؟ داروين نونيز عكس روبرتو فيرمينو، روبرتو فيرمينو بينزل تحت بيبقى 9.5 او مهاجم محطه او ان هو بيصنع اللعب، داروين نونيز العكس، مهاجم صريح، داروين نونيز مهاجم وبيميل على الاطراف اكتر، بيحب يطرف نفسه، فبالتالي لما بيطرف نفسه بيقفل على حد من الجنبين، فبالتالي بتلاقي في جبهه عطلانه، فبالتالي محمد صلاح بيفضي له المساحه ويتحول هو الى المهاجم الوهمي او التسعه ونص اللي هو مكان روبرتو فيرمينو. فده بالتالي محمد صلاح اكتر لاعب مساهم بكي باسز في الدوري الانجليزي الموسم ده في عدد ماتشات قليل جدا ب 21 كي باس. ده لو دل على شيء فيدل على تغير الدور بتاع محمد صلاح اللي بيقوم بيه في الملعب. بس كده هيحلوها ازاي وتوقعاتكم ايه لمواجهه نابولي النهارده؟ خلينا نسمع رايكم وردكم، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. هنستعرض معاكم بسرعه جدا ومع ضيوفنا طبعا ماتشات النهارده زي ما قلت لكم، اياكس ورينجرز وفرانكفورت وسبورتنج لشبونه 7:15 بتوقيتنا طبعا الكلام ده. بعد كده في 9 بالليل هيبقى في عندي نابولي في مواجهه ليفربول، اتلتيكو مدريد في مواجهه بورتو، كلاب بروك في مواجهه ليفركوزن، برشلونه في مواجهه بيلزن، انتر في مواجهه بايرن، وتوتنهام في مواجهه مارسيليا الفرنسي. هتتابع ايه النهارده يا استاذ محسن؟
اكيد ليفربول رقم واحد، بس هنقلب على الانتر والباير يعني دي مواجهه لا تقل طبعا. بيقول لك انتر النهارده رايح يشيل ايه؟ لا هو ده يعني هو مش رايح، ده البايرن اللي جاي له، البايرن اللي جاي له جوزابي ميادزا. بس الاثنين انا يعني انا فيها مشكله كده ان انا دايما قلبي بيبقى مع الكره الايطاليه ايا ما كان مين اللي بيلعب. تمام. فانا يعني نابولي المره دي معلش هخون قلبي شويه عشان خاطر محمد صلاح. ابتديت تشوف كره في التسعينات؟ بالظبط. التسعينات اصل الايطالياني ده التسعينات. وحضرت العصر الذهبي بتاع ميلان وتتويجنا ب 2003 و2007 وتتويجنا بالدوري الايطالي 2004 و2011، فيعني عصرت فتره للميلان كده مش قادر اتخلى عنها، مش قادر اتخلى عن حبي للمنتخب الايطالي عامه. زي ما حصل مع اليونايتد برضو مع اليكس فيرجسون في فتره من الفترات في انجلترا، كان هو يعني الملك المتوج يعني بالدليل بعد ما مشي الدنيا ضايعه. هو يعني كان ليفربول معديه، وبعدين هو قدر يعدي ليفربول ويوصل ل 20 دوري. كان ليفربول ثبت عند 18 وقال لهم شكرا حصلوني بقى. وبعدين جاي السنه المان يونايتد، لسه كنا بنتكلم بقول كان نفسي اشوف نسخه تنهاج في تشامبيونز ليج السنه دي. اعتقد بعد التظبيط اللي حصل ده اول مره تحس ان التظبيطه جت صح. وسبحان الله بعد ما يعني اول اسبوعين تحس ان يونايتد هيهبط مثلا من النتيجه مغلوب 2 على ارض وبيطلع بره يتغلب من برينتفورد 4-0 في اول نص ساعه، مش في المباراه كلها، مباراه من طرف واحد، دخيا بيغلط، الدنيا ضايعه خالص، تحس ان هم ضايعين. سبحان الله الماتش الثالثه كله كان متوقع مع الانهيار ده ان ليفربول هو اللي يكسب. وخصوصا الماتش دي على نفس الملعب من كذا شهر ليفربول كسب 5 مع الرقفه، 5-0 مع الرقفه. المره دي لا، ده هو اليونايتد هو اللي كسب 2-1، قدر يستعيد الثقه. وقلنا ممكن تكون استغل ظروف ليفربول السيئه في فتره كده، لكن هو اكتسح بصراحه. وجه مع الارسنال برده نفس بصراحه اوقف يعني كان عنوان المباراه دي من يوقف الاخر، لان ده طالع اليونايتد ارسنال ما كانش بالظبط ما كانش خسر خالص، والتاني كان بعد الهزيمتين ما فقدش نقطه. فهو اثبت ان هو فريق قوي، وبصراحه ده حلو للكره الانجليزيه لان ده الديربي الاساسي، يعني قصدي ده عنصر اساسي. التانيين شويه بقى انديه المال بتاع حاجات زي كده، لكن الاساس بتاعهم موجود. يعني مانشستر يونايتد كان غيابه بصراحه يعني كان موجود بالاسم بس، يعني البيك 6 البيك 5 البيك 4 موجود بالاسم، لكن هو بعيد تماما. لكن على الرغم عودته من انه النادي الاغنى على مستوى انجلترا او يمكن على مستوى العالم، واحد من اكبر الانديه صحيح من ناحيه القدره الاقتصاديه، والحقيقه الناس ما استخسرتش. يعني شفنا صفقات على مدار 10 سنين ولا 12 سنه اتصرف عليها مبالغ طائله، ولكن في وعدد كبير جدا من المديرين الفنيين والنجوم جم ومحدش فيهم قدر يعمل حاجه. السنه دي انا مراهن على انتوني بصراحه. انا عندي رد فيما يخص الموضوع ده، لان انا من ضمن اسباب اعجابي بمانشستر يونايتد السنه دي هو الصرف الذكي اللي صرفوه. هم صرفوا كتير جدا، ما عنديش مشكله، ده جايبين انتوني لوحده ب 95 مليون فما عنديش مشكله في الصرف. انا عندي مشكله في ان انت تصرف على ماجواير 85 مليون وهو يعني اقل مدافع في اقل دوري في العالم يلعب عليه اساسي. السنه دي مانشستر يونايتد والجليزرز اللي هم ملاك النادي صرفوا بذكاء. ليه صرفوا بذكاء؟ شافوا احتياجاتهم فين وقووها. بالزبط. عندك مشكله في خط النص، جبت كاسيميرو. عندك مشكله في البلاي ميكنج، ما عندكش بلاي ميكر صريح يعرف يدور العمليه، فجبت اريكسن. اي نعم هو فري ترانسفير، بس في النهايه هو اريكسن قيمه كبيره جدا. بالظبط كده، سدلك الحته دي ويبقى هو روتيشن كويس مع برونو فرنانديش. عندك مشكله في الوينج رايت، فجبت انتوني، واحد من اميز اللعيبه او اكتر اللعيبه السكاوترز كانوا بيتكلموا عليها في المواسم اللي فاتت. انتوني نزل من الطياره لعب ماتش ارسنال جاب جون، وكان واحد من احسن اللعيبه اللي في الملعب. واللي اتفرج على الماتش يقول لك ده من ناشئين مانشستر يونايتد، بيلعب بقلبه بجرينتا مش طبيعي يعني. فالفكره الحقيقيه الميزه السنه دي في الصرف المبالغ فيه، او مش المبالغ فيه لان هو كان ذكي، الصرف الكبير اللي صرفه مانشستر يونايتد كان على عكس المواسم اللي فاتت، ان هو صرف في الاماكن اللي هو محتاجها. مش بروح اجيب بول بوجبا وانا عندي اصلا لعيبه في خط النص كتير ب 120 مليون وانا مش محتاجه لمجرد ان اسمه بول بوجبا. لا، انا بشوف اللعيبه اللي انا محتاجها بالامكانيات اللي انا محتاجها، وده دور اريك تين هاج. عشان كده اللي كنت بتقوله في الاوف اير ان احنا كان نفسنا نشوف مانشستر يونايتد في الشامبيونز ليج السنه دي، هو 100% صح. بس انا كنت يعني السيتويشن اللي حاصل ده من وجهه نظري هو سيتويشن كويس عشان ياخد فتره كويسه في الاعداد. لو راح تشامبيونز ليج وطلع حصلت مجموعه باللعيبه الكبار، احنا مش بنلعب لعيبه شباب، ما بنلعبش لعيبه تحت السن، احنا بنلعب لعيبه كبار، كاسيميرو، رونالدو، انتوني، مارسيال، برونو فرنانديش، اريكسن. لو راحوا ولعبوا تشامبيونز ليج وطلعوا حصاله،
المينتاليتي بتاعتهم هتقع شويه. فلا نلعب تشامبيونز، نلعب يوروبا ليج، نأدي كويس وننافس لحد اخر بطوله وننافس على الدوري وناخدها بفكره المشروع اللي كنت لسه بتكلم صحيح. عنه مع الميلان من شويه. صحيح. بالاضافه حاجه مهمه اضيفها لكلام الاستاذ خالد، ان هو مفيش غضاضه من كريستيانو رونالدو قاعد على دكه البدلاء. يعني السنه اللي فاتت شفنا كتير بس بدايه الموسم كان يبدو فيه تنشنه وتوتر. بس شكرا من ساعه ما اكتشف ان هو خلاص لبس وقاعد وتنهج اعلن ان احنا محتاجينه في مشروعنا وهو قاعد على دكه البدلاء، بدليل ان هو سقف لانتوني في الهدف اللي سجله صحيح. وكان بديل ليه يعني، وابتدينا نشوفه واقف على الخط بشكل مختلف يعني بالزبط. زي ما بيبقى واقف على الخط في ماتشات منتخب البرتغال صحيح. ايوه خلاص هو يعني سلم ان ده خلاص يعني ليس في الامكان افضل مما كان. فخلينا حلوين مع بعض، وعندي امل السنه الجايه نخش مربع ذهبي فارجع تاني بطوله دور الابطال اقدر اسجل لي 5-6 اهداف يعلوني اكتر. في ماتشات النهارده في فرق عندها، وخلينا نتفق انه يعني على الرغم ان انا بشوف الموسم ده الاقوى من حيث الميركاتو على مستوى انديه اوروبا بشكل عام، برشلونه طبعا برشلونه عمل ميركاتو كويس، السيتي عمل ميركاتو رائع، يعني كل الانديه ارسنال عامل ميركاتو محترم جدا، وارسنال السنه دي مع ارتيتا انا شايف انه ليه شكل مختلف يعني وعامل ميركاتو ذكي مش اكتر من ان هو برضو فكره الاحتياجات. صح متفق معاك جدا في ده، لكن يبدو انه عدد كبير من الفرق او عدد كبير من الفرق الكبيره بتعاني. ازاي بتشوفوا تاثير ده على ماتشات تشامبيونز ليج؟ وعايز اسمع رايكم في ماتشات النهارده كتوقعات او كقرايه لسيناريوهات مختلفه. توتنهام ومارسيليا استاذ محمد ماتش قوي جدا على فكره يعني جدا، يعني ممكن تكون هي مش مصنفه رقم واحد في تشوف فيها كوره. لا فيها كوره توتنهام فريق غتت بالمعنى الحرفي للكلمه، يمكن هو مش الاول الثاني تقريبا في الدوري الانجليزي. مارسيليا الاول او الثاني صحيح في في الدوري الفرنسي، فريق قوي جدا النادي الفرنسي الوحيد اللي حصل على دوري ابطال اوروبا، فدي برده بتدي له التاريخ برده بيديله في الملعب، عشان كده ماتش مهم جدا ممكن ما يكونش حد واخد باله منها طبعا في وجود بقى ليفر ونابولي انتر وبايرن برشلونه وما اعرفش مين بيلزن، لكن الماتش ده مهم، الماتش ده قوي جدا يعني حظنا سيء ان الماتشات دي كلها في وقت واحد، لكن الماتش ده لو لوحده يعني يتشاف حتى على ماتشات اخرى بصراحه يعني. انا على فكره تاكيدا على كلام استاذ محسن، انا توتنهام كانت الفرقه الاولى اللي عايز السيزون يبدا عشان اتفرج عليها، عشان الانتدابات جاب تشارلسون، جاب كلوسوفسكي، عنده اصلا بنتانكور، عنده اصلا لوكاس مورا، وعنده هيونغ مين سون، وعنده هاري كين، جاب عدد من الانتدابات العظيمه جدا. فانا كنت عارف عايز السيزون يبدا بقى عشان عايز اتفرج على توتنهام في المقابل او بالظبط كده. فانا متوقع ان اكيد ماتش هيبقى كويس، بس متوقع انه توتنهام هو اللي يكون ليه الغلبه يعني. وتوتنهام ولا مارسيليا من وجهه نظر استاذ؟ لا توتنهام طبعا. توتنهام طبعا. بايرن والانتر، بايرن خالد اعلن عن بايرن، هو لا هو بايرن انتر اتوقع بايرن. لا هو يتميل شويه للتعادل، لكن المباراه في جيبر ميتزا انا فاهم، لكن هي تميل قليلا للانتر اذا اراد ان هو يصالح جماهيره بعد شويه العصارات اللي عنده. الانتر الموسم الاخير انا ما شفتلوش حاجه السنه دي، لكن الموسم الاخير شفت ماتش نهائي الكاس اللي كان بينه وبين يوفنتوس، فرقه بتلعب كوره بصراحه فكرني بالانتر بتاع زمان بتاع ادريانو وريكوبا و يعني ونجوم وزانيتي وكامبياسو وستانكوفيتش هم استحقوا الدوري الايطالي السنه اللي قبل اللي فاتت، لكن السنه اللي فاتت طبعا يستحق الميلان يعني طيب. حتى كان هو بيطردوا القط والفار لحد اخر ماتش او لحد تقريبا نقطتين على ما اتذكر السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها اللي فات الميلان خد بفرق بسيط وفيرون ده اللي كنت اسم اللي كان فيرون. لكن هو السنه دي عنده الانتر تحس ان عنده مشاكل في الدفاع، حتى المباراه الاخيره ديربي الغضب مع ميلان هو اللي تقدم على 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 الميلان، وفي النهايه الميلان عمل عليه رومونتادا ليس بهدف ولا باثنين لكن بثلاثه وقدر يحسم المباراه اللي صعبه. على فكره عملناها السنه اللي فاتت برده كان متقدم علينا وكسبناه 2 برده. برشلونه وفلسن طبعا مواجهه تبدو محسومه مقدما، برشلونه السنه دي برده اعتقد مرشح للمنافسه يعني أكيد. ولا بنبالغ لما نقول لا مش بنبالغ ليفاندوفسكي مع بقيه المجموعه لا واضح رافينيا برضو اشوفها رافينيا لا واضح ان هم اصل الدوري الاسباني يعني مش قادر تحكم عليه قوي لان هو بصراحه فرقتين ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو بعدهم بشويه وفي الاخر عليهم في دوري الابطال ده دوري مصري يعني انا للاسف بحس ان هو بس برضو لسه ما اقدرش احكم عليهم في مواجهه بلزن لا ولا في بلزن بالظبط ولا في المواجهتين التانيين بقى الجوله الثانيه والجوله الثالثه بايرن والانتر بصراحه دول تقدر دي اللي هتستحوذ بقى على المشاهده الاعلى في الجولات اللي جايه ان شاء الله. بس هو عنده سكواد يعني لما تقول ان فرانك سي بيلعب بديل بلاعب خط وسط بديل هو رايح فري ترانسفير طبعا من الميلان وكان من اهم نجوم الميلان صحيح. لما تقول ان هو رايح بيلعب
بديل لخط الوسط هتفهم ان السكواد بتاع برشلونه قد ايه كويس. صحيح. يعني بارسا طبعا ليفركوزن في مواجهه كلوب بروج ليفركوزن يعني ليفركوزن قليلا برضه. بورتو في مواجهه اتلتيكو مواجهه ممكن يبقى فيها كره متكافئه لان بورتو قوي مش لا هي مش هيبقى فيها كره لا اتلتيكو مدريد ما فيهاش كوره عشان ديجو سيميوني ولا عشان ديجو سيميوني وعشان المنتاليتي اللي بيزرعها في اللعيبه هو هيبقى فيها ضرب وهيبقى فيها جري كتير هيبقى فيها معدلات بدنيه عاليه جدا بس مش هنشوفها يعني لا مش هنتفرج عليه احنا هنتفرج على نابولي وليفربول. طب سريعا نكمل بقيه ماتشات نابولي وليفربول مين اقرب؟ شايفها قريبه للتعادل او فوز نابولي انا مش متامل فيها يعني ليفربول فرص قدام المشكله لو اتغلب النهارده يعني اقرب للتعادل ممكن يحصل مواطنه توماس توخيل ولا صعبه شويه تحصل لا توخيل دي قصه ثانيه يعني اتعشى من كل حاجه ليها بدايه خد بالك توخيل جاب شامبيونز ليج برضه ما انا ده سؤالنا الراجل كان موجود جاب شامبيونز ليج من فرقه عمل شامبيونز ليج وما كانش حد مستنيها منه بالظبط عمل من الفسيخ شربات في الفرقه دي ده مستلم فرقه من لامبارد عندها مشاكل كتيره جدا الدور الاولاني وفي اربع شهور في يناير بقى بطل اوروبا في شهر 5 اللي ما كانش عارف يعمله مع بي اس جي اساسا بالظبط هم مشوه عشان دي عملوا مع تشيلسي بدون حد بدون اي ضغوط محدش مستني منك حاجه زي ما خدتش رايكم في جالتيه صحيح يعني بالترتيب تقريبا اوناي امري بعده توماس توخيل بعده بوتشيتينو والثلاثه مدربين يعني عاليين طبعا عاليين جدا يجي بعدهم كريستوف جالتيه هل كريستوف جالتيه شخصيته قويه قادر يقود سيبك من الشخصيه بس سيبك من اوضه اللبس والسيطره لان هتفضل فيها مش يعني خد بالك ما لو سيطر على دي خلاص ده معاه 11 نجم يعني أنا عارف كلهم يعني ما هي دي المشكله اللي قدر يحلها تنهاج او مش قدر يحلها واضح انه حللها بدليل ان مفيش تذمر من واحد زي كريستيانو رونالدو لانه قعد على دكه البدلاء وخلاص لكن ونجح في ده لكن جالتيه في يعني كان حتى كليت عليه على الكره الشهيره بتاعت مبابي ما رضاش يديها لنيمار وكان منفرد تماما قال عنده هوس الاهداف يعني دخل خلاص جاب جونين ومفروض احنا المفروض الثالث منتظرين الثالث فهو كان عايز يجيب الثالث فجاء فينا احنا يعني هو قال كده فهوس الاهداف يعني كان رد بصراحه منه كويس اعتقد ان هو بس يحل المشكله بتاعت نيمار ومبابي شويه عشان يعني الفرقه ممكن لا تنافس وتنافس بقوه على دور الابطال يقدر يقود البي اس جي يقدر يقود لحد وقت يقدر يقود فكره جالتيه سريعا جدا انه المدير الفني حاجه من الاثنين يا اما شخصيه عاديه بس فنيا عالي قوي يا اما فنيا عادي زي انشيلوتي مثلا بس شخصيه قويه وذكي في الملعب وتكتيكي الى اقصى درجه بنتكلم على جالتيه بوتشينو مثلا مع توتنهام معاه مهارات بس مش نجوم صف اول فقادر يسيطر عليهم راح باريس سان جيرمان اتفضح جالتيه الميزه اللي فيه ان هو عنده قوه شخصيه وبيقدر يكسب دوري فرنسي مع ليل في منافسه باريس سان جيرمان السيزون اللي قبل اللي فات بيكسب دوري فرنسي مع ليل الفرنسي فده يعني هو عنده التاكتكس وعنده قوه الشخصيه الاثنين دولت لما يتجمعوا في مدرب خلاص ما في يعني وماذا يقال بعد كل ما قيل عشان كان متوقع له النجاح مع باريس سان جيرمان من ماتشات النهارده بعيدا عن الفرق وفرص كل منها في حسم المواجهه انا احب بس ساعات في اوقات كتير جدا لما اشوف فرق حتى لو مش بشجعها بس اشوف فيها لعيب حلو احب اتفرج عليه واحب اتابعه مين اللي ترشحوا للتالق ممكن يبقى بالنسبه للجماهير مش نجم شباك يعني مش ايرلينج هالاند مش ليفاندوفسكي مش في ماتشات النهارده للاسف انا اتوقع خافيتشا بس اقول لك عشان ما اعرفش اسمه خافيتشا نابولي انا يعني كل حاجه ليها بدايه ليفربول بيعاني مع ديجو ارماندو مارادونا ستاديوم بس كل حاجه ليها بدايه فان شاء الله النهارده محمد صلاح وليفربول يقدروا يكسبوا الماتش بس انا متوقع تالق غير طبيعي من خافيتشا لان هو لعيب مميز جدا 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 وجمهوره شرس على ملعبه وجمهور جدا شرس جدا جمهور نابولي على ملعبهم مش طبيعيين ومن وجهه نظر استاذ محسن هي نفس القصه انا سواء لما تبص للاسماء مفيش حد على لا خالص والله لا ما اتفقناش بس احنا متفقين في الراي بس ما اتفقناش قبل الراي انا برضو لازم اقول انه برشلونه النهارده متوقع انه الثلاث ارباع لعيبته ليفا طبعا متوقع ان هو يتالق رافينا متوقع ان هو يتالق لان هم عندهم الكواليتي اللي يسمح لهم والمنافس فرصه لاستعراض العضلات النهارده عندهم فرصه ان هو يستعرض يتاشر عن انيابه فرصه لاستعراض عضلاته والضحيه بيلزن ان شاء الله نقدر نقول من الـ من الـ من ماتشات امبارح والماتشات اللي هتتلعب النهارده البدايات تؤدي للنهايات ولا من الممكن انه واحده من الفرق دي تكون مفاجاه او على الاقل خلينا نقول حصان اسود يعني امبارح شفنا دورتموند الحقيقه لعب ماتش كويس جدا اعتقد امبارح جود بيلينغهام سجل والولد ده انا بقول يعني مش هيكمل في دورتموند هو بالمناسبه هو اصغر لاعب يلعب في تاريخ كاس العالم مع منتخب انجلترا
في مين تتوقع يكون حصان اسود للبطوله؟ يعني مش لازم يفوز او يحقق اللقب، لكن على الاقل شايفينه ممكن يبقى مقدم شكل مختلف. في وجهه نظري ممكن توتنهام، يعني ممكن توتنهام يكرر الموسم اللي هو من سنتين تقريبا لما وصل للنهائي، بس طبعا ما اعتقدش يوصل للنهائي، بس كويس انه وصل للنهائي عشان دي النسخه اللي خدها ليفربول بالظبط. لكن ممكن يؤدي السنه دي لانه فريق قوي بصراحه. صحيح. بص انا مش هقدر اقول دلوقتي لانه الفرق كتير جدا اللي متوقع ليهم. انا طبعا توتنهام مش حصان اسود، هو وصيف دوري ابطال اوروبا 2020 ووصيف دوري انجليزي 2019، فما اقدرش اقول ان هو ممكن يبقى حصان اسود، لان هو لو تاهل او وصل الى المراحل النهائيه ده شيء طبيعي. بس يعني في فرق كتير جدا ممكن اقول فرانكفورت، ممكن ميلان ممكن يبقى حصان اسود، مش نظرا لتاريخ ميلان ولكن نظرا لوضع ميلان الحالي. فالتاهل ميلان او وصوله الى الادوار اللي بعد كده ده في حد ذاته ممكن يكون مفاجاه، فميلان ممكن يكون حصان اسود. لايبزيج طبعا مرشح كالعاده ان هو يبقى حصان اسود. لا عدد كبير دورتموند ممكن يوصل، في عدد كبير قوي، فيعني احنا محتاجين بس نعدي جولتين ثلاثه كده وبعدين نبدا نتكلم. احنا مش عايزين يعدوا لانه احنا بنستمتع بصراحه 100% 100%، وهي دعوه للاستمتاع. كرنفال كروي، اختار منه الوجبه اللي تناسب ذوقك. والنهارده اعتقد ان المصريين عشان صلاح بيلعب اغلبهم هيتابع ليفر ونابولي. كل التوفيق لنجمنا المصري، ان شاء الله ليفربول يقدر وقادر على انه يستعيد توازنه. اعتقد ان عوده تياجو الكانتارا هترجع كتير من ديناميكيه وتنظيم ليفر في الملعب، لكن ان شاء الله الاهم بالنسبه لنا انه صلاح والليفر يعدوا النهارده من موقعه نابولي، وبعد كده لكل مقام مقال. نورتونا النهارده في السادسه واستمتعنا بيكم، بشكركم شكرا جزيلا استاذ محسن لملوم واستاذ خالد عامر، وان شاء الله باذن الله لقاءات تتكرر. استمتعنا بيكم، ان شاء الله نشوفكم قريب في السادسه مره ثانيه. بشكر حضراتكم على المتابعه، واستمتعوا بوجبه كرويه ممتعه ودسمه النهارده، وعلى كل خير نتقابل ان شاء الله مع بدايه الاسبوع اللي جاي. تحياتي لكم.